الزول يا جماعة احنا ربونا، كثير من الناس ربون تربية معلش يعني فيها تقصير. زول السفنجة لو مقلوبة يقول لك صلحها صلحها تقليبة علينا، بيخافوا من سفنجة، خليها مقلوبة زي ما في أي شيء. لو جات كتاحة زي بيعلمونا الكذب، يقول محمد معاكم محمد معانا ما تغشان، وكذب زاي. الرسول ما جاء السودان صلى الله عليه وسلم، كذب زاي. والكتاحة دي ما جاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا جابوها الأنبياء. الريح ده رسلوا الله سبحانه وتعالى، الكون ده بيتصرف فيه الله سبحانه وتعالى. وحاجات كثيرة ربونا عليها، خوفوك من انت صغير، خوفوك دكدي ودكدي وإلى آخره، وأشياء كثيرة جدا. وعلمونا على عقائد غريبة، زول يقول لك ما عنده شيخ شيخ الشيطان، كلام باطل زاي. ولا يوم القيامة في شيخ بينفعك ولا في الدنيا بينفعك. شيوخ ديل يا جماعة احنا خلين نبذ والإساءة وأي شيء، الشيوخ ديل بس لنفسهم بس، ملف الشيوخ ده كله شيله بره كده، خدته بجنبه، ده لنفسهم. انت بتنفع نفسك، والشيخ ده لو عنده نفع اللي قدمه لنفسه، لأنه الله قال في القرآن من عمل صالحا فلنفسه، ده ما كلام واضح. ومن أساء فعليا، ولو شكرت الله النفع بيجيك انت ما بيجي لفلان. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولو انت عملت ذنب ما بدو لفلان، ولا شيخ فلان لو عمل ذنب بدوك لانت. قال تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بينفعك شيء سعيته انت، ده صلى بالليل، لو صلى لو هو صالح وصلى بالليل حسنات بتجيه في صحيفته ولا بتجيك انت؟ مش بتجيه. طيب انت فائدتك شنو؟ ده مسك لك في زول يا اخي كذا كذا. الرسول عليه الصلاه والسلام الله نزل عليه قران، في زول افضل من الرسول عليه الصلاه والسلام؟ في زول اصلح منه؟ بالراحه كذي ولا زعل، في زول اصلح منه؟ الله قال له وانذر عشيرتك الاقربين، نزل عليه الايه دي في سورة الشعراء، آمش طوالي صحيح مسلم، لما أنزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ولو فهمت الحديث ذا تاني المحاضرة دي تفهمتها خلاص، بس الحديث ذا وكلام أخينا نورين ده من قبيل أخينا محمد نورين في الموضوع ده ذاته، فعلق بها الله يا أخي. يا أخي في أكرم منه؟ انت داير قروش تمشي في أكرم منه؟ ما فك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قرب جاتك هسه عليك الله. لو انا دار غرق، لو دار غرق عديل، لو في شافع دار غرق في نص البحر رموه وقع من الكبري، جو ثلاثه واحد ما بيعرف يعوم ذاته يشنبخ ذاته دار غرق وقع معاه من الكبري، واحد جاو من هناك جاري يسبح عوام، بيمشي للعوام ولا بيمشي للبيشنبخ زيه ده؟ عليك الله بيمشي لياته مش للعوام. انت في كربة معناها بتمشي لأقوى زول، صح ولا ما صح؟ انا مشيت للعوام البيشمبغ ده، انت لو مشيت له لو ما دار تغرق بغرقك معه، صح ولا ما صح؟ لانه دم جاذبه زاي. انت في كربة اقوى الله ولا اقوى شيوخ؟ كذا بالراحة كذا اقوى منه؟ تمشي انت في كربة تمشي للقوي يا الله ولا تمشي للشيوخ اللي ماتوا؟ هم ماتوا ذاته، وجوا بيسألوه من ربك؟ وده برا بنادي فيه والحقني، وجوه بيسالوا فيه وماسكينه ذاته من ربك؟ يجاوب ولا يتلفت لك انت؟ يقول للملائكه كذا صبروا السؤال ده بس دقيقتين كذي، في برا واحد ناداني ان نلحق وتانا اجيكم. لا معقول يا اخو، سجن ما بخلوك تمرق بالطريقه دي، خلي قبر عديل. ما زول بينفعك. شفت الحديث ذاك لو فهمته بترتاح. قال لما انزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نادى قومه أو دعا قومه أنذرهم فعم وخص، عم وخص يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا
عم عموم. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله، أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. مشى لحد ما قال يا فاطمة بنت محمد. في أقرب من دلو ده أبو فاطمة ذاته صلى الله عليه وسلم، قال لي فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، في حديث في رواية أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. تاني في كلام. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.